لماذا تؤثر الدنيا على الآخرة؟ لماذا لا تتغير؟ ما الذي يمنعك؟ أتشك في كلام ربك؟ ألا لا إيمان لك؟ ألا تصدق نبيك صلى الله عليه وآله وسلم؟ أأنت في ريب وشك من الموت؟ ألا توقن أنك ستموت؟ ومن نظر إليك بعد ثلاث وجد حدقتيك قد سالتا على وجنتيك وانقد بطنك عما فيه من الأذى والقذى، وأول ما ينتن من الإنسان بطنه، ألا توقن بأنك صائر إلى ذلك؟ لماذا تشغل بأمثال هذه الألاعيب التي هي بالصبيان أليق؟ لماذا لا تكون رجلا مسلما بصدق وحق؟ ما الذي يمنعك؟ وما الذي يعجزك؟ لما لا تتوب إلى الله؟ ولما لا ترجع إليه؟ ولما لا تتبع رسول الله وتخلص في المتابعة له؟ قعدت بك شقوتك؟ استعذ بالله ربك.